الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. إيانا وإياكم. بلى. فرموي إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك لمالك يوم الدين ليبوي نوا إياك نعبد هرتوج فلسطين إياك نستعين داوى يرمتيش هرلتو أكي جاليرا سؤالة لفيشا موبحثك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كجيشت إيراء الشابي فرمواه إياه نعبد وإياه نستعين. بوشي فرموي إياك نعبد وإياك نستعين كالردى استفادة لقانون التفات كراوة. قانون التفات أويك لبين خطاب غيبة تكلمة ليك كانوا عدول كيبو أوي تريان مثلا لغيبته ولاي خطاب يا لغيبته ولاي تكلم يا بفيتشوان لخطاب ولاي غيبت يا ولاي تكلم يا لتكلم ولاي خطاب يا ولاي غيبت كجمعا أبيب شش قسم ليرا التفات كراوة لغائبة وكاو كلامك لسر نهجي غائب روشتاي ولاي خطاب ليرا فائدة كي قشتي لالتفاتها هي أوش تفنن لعبارات. يعني شي تفنن لعبارات؟ يعني كلب ورقرتن لأفانيني لأفانين لأفانيني كلام. أفانين جمع أفنان، أفنان جمع فنانة، يعني لقوبوب واتل لهمو نوعكاني لهمو شكلكاني كلام استفادك بوأويك مخاطبك تشيبه را لقرى دماخي زياتر بيبو جوه قرتن وتواجبون لنوع كان شون اقل هل بيق نوع بروي او خستاء بيش بو ناكره جال بروك او تراوت لوا ايجادكي شادابي لوا دروسكي لبرو الدماخي بيبسيني بو جوه قرتن لكلاما لانواع كلام كان لانواع اسلوب كان لقوف وفكاني كلام استفاداكي او يشيق لفائدة كاني التفاتا بلان ديالة فائدة خصوصي شيء بو أم موردة كاستفادة كبحثي ليأكي قلت بياني أو استفادة بك أو فائدة خصوصية أليه ثم باشان إنه شأن حال لما ذكر الحقيق بالحمد وقت كسي كشايست بحمد ذكر كراك الله ووصف بصفات عظامين شاكا ووصف دارش كرا بكومل صفات اجغار قولا انجا او حقيق بحمدا كصفتي صفات قولا كانوا يتميز بها حقيق بحمدا كي بيج يا ابيتو دو صفتان عن سائر الزواتي لباقي ذاتكاني تر حاربين دواي امانة تعلق العلم بمعلوم معين يتر أمره علمي إيما بيواندي بياكر بمعلومي كي برشاوة معلومي كمعين ودياريه بل لبرعينة دياريه بمعنايا دياريه يتر بوما معلومه بصفته كان شنك إيما باسي ذاتي الله مان كرد كومال وصف مان بو بيان كرد بو كومال وصفه وتمان كأم كومل وصفة أعوابتك رأي فقط ليك ذاتا أتواني كوب بيتوا جانية إما ذاتا كمان وتوو أو كومل ذاتي كمخصوص أو كومل صفتي كاجتماعي أو كومل صفة مخصوصي أو لو ذاتا كومان كردو باس مان كرد حالوي در أكوي كلايقي أو ذاتيك أو صفتان قيامي في وقلتوا هل أم يقدانيا يقدان صفتا ليرد ذاتك أبيتا معلومي علمي بو إيما
يعني شي معلومة شي معين الذي بقاي علمه وكو بلاي معلومي تؤري أبي معلومي عملينية مشاهد نية وكشاو مانتي وبي بلان بو من معلومة يعني مثلا يما ليوا شتيك من هاتوت نظر او ذات من بو معلوم بو جاليرا دواي او كبو من معلوم بو چون حتما تو هميشه قصه لقال يكي كاكي كبي ناسي برشاو بي بود معلوم بي ليردا تعين علمي حاصل بو بو خواهي پروردگار لديد يعني با ناوبردني ذاتك بحمل كردني او صفاتنا لسر ذاتي فروزقار تعين علمي حاصل بو جاء ام تعين علمية يا ام تميز علمية بمنزلي تميز عياني فرس كراوة ما دامك بمنزلي تميز عياني فرس كرا يتر معينة وبرشاوة توش امر مخاطبي اكي فخوطب مخاطب كريا ذاتك بذلك بذلك يعني بو اختصاص عبادة واختصاص استعانة متواجبون بو يعني او مثلا فائدي التفاتك ليردا اماجي بدو فائدة كردوة لدو اياك اشاري في اكيد بس او يا من هذا شأنه اي او كسك او شأنيتي يعني قبلا شأنك معلوم بوه ذات يكو كأم ذات متصف مثلا بشوار دان صفته ربوبية رحمانية رحيمية مالكية بويوم الدين كباس ما نفذو أمانك داري أو صفتانية أو شأنك أويا جاء كأنما لرئ موت مانا يا من هذا شأنه أي أو كسيك أو شأنيتي أي سئمة نخصك بالعبادة والاستعادة ام تو تایبت اکینو بو عبادت تو تایبت اکینو بو دعوی کومک یا تایبت اکینو بو عبادت یعنی عبادت کمان هر بو تو اکین و استعانک عون طلبیک دخوازی کشمن بو جبجه کرنی کارکار من هر لطویه جا باشه ممکنه کسی بیجه خب ایسا تمیزه معنوية تميز علمي حافل بو بومان نذكر أم تميز علمية نازل منزلي تميز عياني نكري هرب غيبت نهج كمان إدامة بداية بجيغي وبمانو تاية إياه نعبد وإياه نستعين علي أزاني بو بومان كر ليكون أدل على الاختصاص شاكا لبر اوي كزياتر دلالت لسر اختصاص كبكا وهروها وللترقي من البرهان الى العيان والانتقال من الغيبة الى الشهود اشا لبر اواكرا هتاوكو زياتر دلالت لسر اختصاص بكا يعني اگر بغيبتي جبوايا دلالتي لسر اختصاص عبادتك اكر شن تقديمي ما حقه التأخير يكيك لطرق قصر مفيد قصر يعني وقت توتت إياه نعبدو مساق إياه شبوتاي إياه ضميري غائبة توب جي نعبدوه توتا أم هي مفعولة مفعول حقه التأخير ولا تو مقدم الكردوة يدي تقديم ما حقه التأخير يكيك لطرق قصر خو أوجهر مفيد أبو بلان أمر خطابك أو اختصاص تقويتك تأكيدي أو اختصاصك ديار عليه إشاري بمكر دو مصنفي إيما كأم خطاب ليرا أم خطاب يعني أم التفات دو فائديها فائدي كميان أميا كدلالتي لسر اختصاص عبادتها يعني زياتر دلالة أكالة سر اختصاص عبادة استعانة بخواه تعالى يعني أم زورت الخطاب زياتر لغيبة دليل لسر اختصاص يا بعبارة كتر ما حقه التأخير تقديم ما حقه التأخير شاكا دليل لسر اختصاص بلان بخطاب يعني بغيبة شو أو دلالتك ولا بخطابه دليلك قوي تلابيت أو
شن كما اگر بيشيو تا اياه نعبدو يا اياه نستعيد او اختصاصه هر التانية او ايكا ما حقه التأخير بيش دلاوة او يأجيان شن ما حقه التأخير بو افادة اختصاص دان لولا اصطلاحا باشا بلان التفاتك بولا خطاب او معنايك لتقديمك وري اقرين تأكيد تقويتيك بو تأكيد تقويتيك شن لمعنى او تقديم دا كباسكرا إشعار هيا بترتب حكم لسر وصف كترتب حكم لسر وصف دليل لسر عليتك عليتي وصفك إشعار هيا يعني تماشاك أو أجياني مثلا إما خواي پروردگار من وصف كردوه بچن وصفه الحمد لله رب العالمين اما وتمان ومان باسكر لو بركوات تعليقي حكم بوصف مشعر بعليتي ماخذي اشتقاقك بو حكمك يعني ماخذي اشتقاق علته واختيك يا موتمان الحمد لله رب العالمين يعني ربوبيه علته بو انحصار حمد لذاتي الله رحمانيه رحيميه مالك يوم الدين تا اخرك باشا يعني تعليقي حكم بوصف مشعر بعليتي حكمك يا ديالا بلان خطابكاش او اشعاريتي يعني خطابك اوانيت دمه اقل لبيرش ما شوبيتو يا قبلا بيرمان لينا كربيتو او خطاب او اشعار دينيتو وبيرمان شون يعني او اشعار باوكا تعليق حكم بوصف باشا مشعر بعلية حكمه يا دال بعلية حكمه لو روان قوياك او خطابك اما ذكر ما نكرو ازان ام خطابه خطابك حقيقي نية شن خطابي حقيقي اوياك متكلم مخاطب يا متخاطبين برامبري يقبن بيبرده جوان لدنجي يكو شاوان للرن يكو بيه رن يقب بينن دن يقب بيسن وايا اسا اما لقى الخواي فروردقارا دن يقب بيسين بدا دن اما دن اخواه بواسطة بيسن جنه هون راسو خواه لقمي مقصناك حالبي بلا ام ديارا اما تشاو من لخواه ونية اگر شي مثلا او تشاوي لأيما اما تشاو من لونية كواتا ام خفابا لسر حقيقتي خوينية خفاب خفابك مجازية مبتنية ذان لسر شي لسلمك تميزي علمي او تميز علمي ما نتيو بحاصل بو لصفة كانو بحاصل بو تميزي علمي كحاصل لأوصافة بمنزلي تميزي حاضر دان راوة اخر اوي وحاضر بي اسي ايوه قشتان بو من حاضر تميز تان هيا حاضر وشاهد ولي استخدا لزيني هر يقل ايما دا تميزي علمي هيا يعني ايما علم من بو هيا كخلاء لقال هر موجودة كتلا فرقي هي ليس كمثله شيء متواجبون؟ اها بس ما شاكا اما بو اخلاء من بمخاطب قرار دالي ردا شنك تميزي علمي من لجيقي تميزي حاضري شاهد دانا وايا او تميز علمية شن اشي نية تميزي حاضري شاهد ابيته هو كار بو خطابي حقيقي بلام تميزي علمي كبهو اوصافه اللي لدى دروز بوا ابيته هو كاربو خطابي مجازي بس ترتيبي حكمك لسر خطابك حرب منزلي ترتيبيتي لسر او اوصافه اها تماشاك اما تميزك علمي من هي ام تميز علمية منجربو بخطاب خطابك اما مبتنية لسر تميز علميك تميز علميك مبتنية لسر أوصاف أوصافك حمل كريات سر ذاتك حمل ذات بوسر وصف مشعر بعلية وصفك يعني بعلية وصفك بو حكمك هاي سمو توجيب ليوا خطابك شو عند زيادة دلالتك ماشا خطابك لو روانقه دليل دلالة زيادة دلالتك دلالة شو روانقه يكوا كمشعرة بشي بدلالة وصف لسرعية حكم يعني مشعرة بوا كوصف تعليق حكم مشعرة بوا كتعليق حكم بوصف دلالة أكا لسرعية ما منه الاشتقاق
مأخذ اشتقاقك لبر أما خطابك دلالة لسل دلالتي زيادة أكا لسل اختصاصك جا باشا أم خطاب بود أو إشعاري تيايا خطابك لبر أم خطاب خطابك حقيقي نية يعني مبتني نية لسل تميزي حاضر شاهد مبتنية لسر تميز علمي وانيا لسر تميز علمي وقتك مبتنية لسر تميز علمي كيش مبتنية لسر أوصافك قبل الباسمان كردوا حالبي أوصافكش ديارة حمل بوبو سر ذاتك دي ما لواو تبانا دي اگر حمل بوبو سر ذاتك أزانين ليرا داس دوسي حكم هي يكي كان انحصاري حمل الأخواي فروردقارة دو انحصار عبادة لخواي فروردقارة سي انحصار استعانة لخواي فروردقارة همو أم انحصاران علتك أن شيبو حكمنا معنا إما كردو معنا علتي أم حكمانا شيبو علتي أم حكمانا ربوبي يدبو رحماني يدبو رحيمي يدبو مالكيتي يومي دين بو ونبو همو أوانا علتك أدبو وقت يكاليرو مثلا خطابك مبتنية لسر تميز علمي تميز علمي كش مبتنية لسر أوصاف دي الآن أوصاف كبيرة وخصتي الآن عايسة كاني إتر إيما التي انحصار كمان دي لخاتو شنك إيما انحصار كمان زانيوة خطابك جوك غيبتك إيسا أقر باسي زيارة كينك إنجاري دلالكي لسر انحصار كيا شنك توتو دا إياك نعبود إياك نستعين لذلك الحمد لله هرتي حمد منحصر كردوا لأخواي فالورد قارا وتواجبون ديرا؟ آه فس يعني إما أعمال ما نكردوه يعني أم خطابة وقت طاير ريزيبوه لمرحلة مثلا لمرحلة كقراري قتا مبتنية لسر شي لسر تميزي علمي تميزي علمي لسر أوصاف كهاتي نسر أوصافك خد بخد أو كتعليقي حكم انحصارك وأوصافك بيك ومقايسك ليواء أو ما نبي لك نتوك علتي أم انحصاره ما أخذ اشتقاق أوصافك يا أو متواجبون زور جالبي بعض كردوا جاء مجارة بس ترتيبي حكم لسر خطابك بمنزلة ترتيب لسر أوصاف خو معلوم إيشا باشا ترتيبك أوعي وترابي أيها الموصوف المتميز موصوفك كخوايا أي أو موصوفك جابويتا توبم أوصافا إما إيسا نخصك بالعبادة باشا نخصك بالعبادة والاستعانة تايبت الدكين بعبادة باستعانة معلومي شكا ترتب حكم لسر وصف مشعر بعليتي وصفك يبو حكمك حالبي وكوايتك كأنه نخصك بهما يعني بالعبادة والاستعانة لأجل تمييزك بتلك الأوصاف لبرأويك التميز العلمي من بو حاصل بو وبوتو بغي أو أوصافوك هيا إشكال تاني أخو أما فائدية كما بس فائدية كما كي لم دوانا دا أويا كدلالتي زيادة لاختصاص هيا شنك أم خطاب مجازية كمبتني لسر تميز علمية تمييز علمية وتمييز علمي مبتني لسر أوصافك يا أو رابطي بيني حكم بيني وصمان بي خاتوا كرابطي بيني وصف بيني حكم لكاتي تعليقا علية معلولية حكمك معلولة ما أخذ اشتقاق وصفكانش علية أو ما نبي لخاتوا فائدي دو ما كشي أويا تاكيان إما وكو أوايا كبري يتذكر أخو يتذكر مدرهات خو من الآن ناسي وما ذلك وانا لأساسا تو دستي أكي هل وكو خبير دنوايا مثلا خو تو دستي أكي بخبير دني عوامل لا أولا وكا علي ديه داؤن كوكسي باسي جارو مجرور البو أكن حالي وكو نفض بو بجمير نوايا وكو تو ليش حاليني بلان لدوائية أم جارة كجار مجرور اللي حاوض أمانة دواي أو بدواي متعلقة كي أقر يبزاني تعلق بكيوه بس بير لواكي تبزاني ظرفي لغوة يا ظرفي مستقرة متواجبوي أم جاي تخو بمانة دان أمش ظاني دوبارة تما كي تشتيه تيترو برو سرتر أشي ليريشا بند لأولو كدس أكاب بذكر كردن
بناو هناني خواي فالوردقان لا أولا و سالكة سالكة يعني واردي مسيرة كبوة حالبين واردي مسيري حركته هو داس كده بحركة كردن برام كحركة داس في كردوا وتاني حركة داس في كردوا ورده ورده هنگاوي خريكي هنگاو نانا بلان هنگاو لهنگاو بنو سرتر اشياء مثلا تو لكناري دريايا كاويساوي قرك تواردي ناو دريا كبذي لبيشا پنجي پاد اشياء تجير اوكا ورده ورده اشي تاولاو اوكا هوا بشي ديتا برعجنود ورده ورده امر او ديبو دوري كمرد ورده ورده كشوي تبارو قيبا النازي مثلا مثل كوهشتا سنتادو مثل تو اكوي تملا امره حالبي هر بلو او لا ترعروي هنگاو لقو هنگاو برسر عبيتاو ايما لسرتاو كدس من فيه كردوا تا قيشتوين تمالك يوم الدين تمييز علمي ما نبو حاصل بوا ام تمييز علمي ما نبو حاصل بوا ايتلينا كوتينا ملا يعني لسالك نجاد بوين لفلي سالك درشين ابينا واصل ان مرحلي سلوك بجايوي أجيت مرحلة وصول وقتها كجيش تي مرحلة وصول إت أمراته وصلوا إلى خايف الورد قالوا بس جيجي خواتي أمرا خطابي لجواكي ولجواي قصبك باشا بويا كان عليه وللترقي من البرهان إلى العيان تاي سيما برهان ما لناه ضلامي تي أمرا أبي بقي بعيان كدوابي كشاول ليه والانتقال من الغيبة إلى الشهود تاي ستو غائب بوي يعني خدات بصفتكان يا أناسي باسي صفتكان إخواي فروردقارد أكد إستا أقر وقتك زانيد خداي فروردقار انحصارا أم صفتان إبو سابتا ودواي أو لو بوارا لذهني خوتا مقايسيكي خوات لقو غيري خوا كردو بونتي جبغا إشتي ليس كمثله شيء تا ايسي اشت ولا مرحلة غيبتها حاربين ايسا امر الروا كيت او كسك ليس كمثله شيئنا اما اياك نعبد عبادتي جاخل ليس كمثله شيئنا عبادتي حشت وقع عبادت نية يعني ما زور يا استعانوا داوكر استعانة كومك داوكر دنيش لا شتيكا كلا قدرتي بشرانية ما فوقي قدرتي بشرة ولا نذكرناه بتعبد لأموري معنوية او كو مكتلبيشه خوي اوج نوع عبادته باشا ليسك اي ليس كمثله شيء او اويك لدز من دي لما ببهاتر مني لما بنرختر مني كعبارة لا عبادة كعبارة لا داوا كردني كو مقبتني عيلتو اتو خاصة كاني من براوردك وكل دعاء اهدنا الصراط المستقيم اخر تا مثلا نيه شتي بيشكش ببالغ اخوانك بندل الروي هم ما داوا كتو بشي وشي داوا يشتكي شبلا عبادتك بيشكشك استعانك بيشكشك امر على اخويا اهدنا الصراط المستقيم هدايه مكبر رجل الراس لانتقام الاب الى غيبته وبلو شهود يبلو شهود شهود يعني حضور كانما وكويك شاوت يا وبي جاء بجاره وكأن المعلومة صار عيانا وكأن معلومة كأويك وتميز علمي حاصل كذلك إيسائت العيانة برشاوة والمعقولة مشاهدا أويك بعقل تصور الكردوة وكأن وثمان خواي فالوردقار ليس كمثله شيئنا باشا بشي أم ليس كمثله شيء لهذا شنك أم موجودة كمتصف بمأوصافية وتوحستي في أكيل عالمي هستي لوجودي خوشتا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حست بو معنى قوري يا أكيل تما شاكت بعقل أنت تصور كردوا بلام أو تميز علمي تبو حاصل بوا بلام إيسا إيتر كليوا زور كوي تبروا بوا تمشاهد والمعلومة يعني وكأن بلام نا وكان المعلوم نا وكأن المعلومة صار عيانا وكأن المعقول صار مشاهدا صار يقبع اعتباري قبل كابوي والغيبة حضورا وغيبة تبديل مو بحزون بس الخواي فرورد قال أوى عبد فرورد أكا بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف
من الذكر والفكر عارف يعني خدا ناس باشا خوي پروردگار سرتاي كلامكي خوي سرتاي وتاركي دارشتوا لسر شتيك باشا كأو شتبريتيا لسرتاكاني حالي خدا ناس لذكر ذكر كناوي الله يبردوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناوي الله يبردوه والفكري بير كلا ولم الله يا والتأمل وبعدا بير كنو في أسمائه لنا وكان خواي فروردقارا والنظر في آلائه شاكا وتيفكرين لنعمة كان خواي فروردقار أمجر والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه يا عظم شأنه ودليل بيني توا بدروس كرا وكان خواي فروردقار لسر قوري شأني أو وباهري سلطانه ودليل بيني توا لسر سلطاني باهري أو يعني لسر دصلاتي بيمانندي أو باهري يعني زور بهراء وكغلي خلقي سرسام كرد بي سرسام كان حالي دصلاتي سرسام كري أو دواي أو كأوي أواني بناي كلامك أو دارشت وك بندوابك ثم قفا قفاني أتبع بترى بما هو منتهى أمره فعشان أو نوع كلامي بيرو كردوا بكلامي ترك أو كلامي ترى منتهاي أمري عارفكيا ويك أمري عارفكيا أقعد نهايتي وهو أبج أويا أن يخوض لجة الوصول أميك بفر يتناو نيريني درياي وصوله باشا بكاتنا دريوز نيرينا لآواني عاوي الشم آخر أنبلو بركي تنكا قولاية كي هيا بو قولاية على نيريني آوكا جابو لجخر خو يعني قولاي أو شو أنا نيكا في بيجن قولاي وأمان اللجة أنا وسط البحر لبل أوا جا وسط البحر أجري أمان اللجة بوسط البحر معناه كينو تفسير بلازمة شن لجبه وسط لما معمولا وسطي دريايا وسطي شم لو أنا تري قنفريكا لبرو كيلن وسط أكويت وراسي وصوله إنت أمرات شك مكاني تربوه أبي شك مكاني دا كان دبي حاربي أبي لي باسكاني دا كان دبي أو اختوى يصير من أهل المشاهدة يا ويصير وواي وأمجر بقرد بشيت قناغي مشاهده مشاهدة جاء وقتك جاي قناغي مشاهدة فيراه عيانا أمر برشاويك ويناجيه ومناجاتي لقوك يعني وكل فنادى نشبه بدون فر تودرقوشي قصي لقوك ويناجيه شفاها دم بدم بجورك يوهر خوي وخوي ليك حالي ببن باشا بندب قاتا أو كادم ليرى عليه او سرتايا او تفكر لاسماء لصفات او ذكر اوانا اوانشيا كليوا مثلا بقات او قناغانا او اخر درجات سالكين مثلا درجي واصل لسالك قولتها ايش هو سالك هل او كاخر درجه هو سالك او درجه واصل يعني كاو وصل بو امانه باشا كأم آخر درجة سالكو سرتايتين درجة واصلة في مقام مشاهدة مقام معاينة باشا جاء أول سرتاي سورة بيروزكا باشا باسي أحوال سالكة كأكا متواجبين مثلا شنك أو باسي ذاتي فروردقارك أو باسي صفتكانيك أو جاء لدوائية أمر يتر قرم أبيه حتى وكديت أو مرحليك إذا أمر إياك نعبد وإياك نستعين عليه شنك ليوا دولة من بوا بذكر إخوائي فالورد قال بصفات إخوائي فالورد قال أما ديارة بو أم با فالورد كردني باري درونيا باشا آخر مثلا تصوف لواقع لأصلا فالورد كردني إنسان لبواري درونيا هو إنسان فيري ذكر ويادي إخوائك يعني وأكال إنسان كخواي لبير نشيته مثلا لسرتاوانية كأوان لزول مثلا
طريقة وعن عادة يعني وابو أمانك وارد أبن لمرحلة أولا فيري ذكر يعني كان زور جاري وهي أوان شنشتيق هي لوجود إنسانة وكو قلب وروح ونفس وسر وخفي وأخفى كأمانة شش دار مشاعر لخلال يم كتابات يان قيني تشون كأم زور تكيك رأسر قلمي تصوف زيزاوي أوان همو ذاكر أبن دوايا وعناصر أربعة لوجود إنسانة كبو عناصر أربعة وبو شش داني ترى كباس مان كر أبن ده لطيفا بيانون لطائف عشرة باشا أم لطائف عشرة ذاكرة أكري مثلا وقت واحد مثلا ده سورة دن على النية الله بيجا فقط زوان مجهول هنا يعني زوان يعني في الكين بيتنا كان لعاسماني دم يعني باشا لبرشي لبروي كضوي ذاكر ببيو بيتا اوا جا نية مرحلة كان هي بناوي سلطان الأذكار ومولوي أبي العقيدة مريكا يا مرحلة كان هي بناوي سلطان الأذكار ويان لي دي يعني يكسر سر تاسري وجوديان أزيريني أبي الله يعني أجات مرحلة كي أوا وكفي جنشي سلطان الأذكار يعني تا أم مرحلة هشتا سالق نبو بوالي متواجبين أما هشتا دائرة عالمي إمكانة منظور يو وقت كاتو عام علمية نخواني تو لقل عصوف يايتي وشتي كإمرو هش وخيد دي قال طاقي بو يكاني وقت قابلي هزمني حالبي شنك مودع علمية كتينابي جاء وقتي لم مرحلة كتيفري أم جارة أشيتناو دائري ولايتي صغرى مراحل كي زوري هي كتي اكايك بدويك ارواتا سلو دائري ولايتي كتشود ناو دائري ولايتي صغرى امرا ام انسان اتوان ذي بي بوتري ولي شون كم مرحلية كم ولايتي قرتوة دس اتر او جنكو شون لخوان دني لا عم علما بيج رفتك با استعداد وعدم بس هي استعداد زورا زوت الفيرشة كذا هي استعداد كما كم تفيرشة كذا وامانة او يجبو شيوية جا بله أبيت أهلي مشاهدة فيراه أو يناجيه شفاها جاء أمر رأي ترنية مع مستبى زاوي كخوي ليرا خوي قرم به لقسكاني خوي علي اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثري شنيدا كيب ودمانا جديدا خوائي بمن جرى لو كساني كوا وان لجنو قرمي بحري شهودة واتب من جينا أيوة قولستاني سعدي زور درس دالن بارو نية الذي باشك يا علي علي يكيك لدوستان ما نود لساحي ودلان او انا بواسم ساحي ودلان او مصطلح بولا او سردما او كسانيك زور لو كات دا خدا شناسي واقعي وراسقين ابون بيانوس ساحي ودلان ساحي ودلان خدا را دل ميرا ودزدستم او حافظ علي دل ميرا ودزدستم ساحي ودلان خدا را دردا كي رازي فنهان خاهات شو لعشكارا بس اواكا عليه يكيب لدوستان وعدي دابو كأقر شوبو باغ لويت داويني تركا لغلو ريحانو اما نبو من بينيتاو بلا مختي كهاتو هيتي نهي نابو وتي فلانا كزقلي مكا نزرن بو كأقر شوبو باخكا قلب شنمو بيهن مو امانا ولی اگر چوم ناو باخه که بوی گوله که وای مس کردم یعنی وای مس کردم لحالی خوم در چوم یعنی لحالی عادیه نمم هر او داوه نگولش که کم کرده بو گولم زور تیه کرده بو بیانو کشتم بدست که و تخواره هیچ بدست و نمم این مدعیان در طلبش بی خبرانن کم را که خبر شد خبری باز نیامد آوه اینه چی؟ آوه بله ای مرخ سحر ایش خوز پروانه بیاموز کان سختره جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد اخر وای گرت و کرامتی خوی گرت و من بسر بحلا رومو بر معلم بسر آو اگریو شتی گم بو ادوزمو نازنم عرض و عثمان زنم عرض و قرشی کریه حالی بی او زوری فشه اوانه کان را که خبر شد خبری باز نیامد و کو کابرا که بوی گل مسی کرد هیچی بو نهات ولا باغه چاکا جا ام جاره دیتا و سر دوباره جا علینیه خواهیگ بمان گیره لوانی
كواصل بعينك جاء عين أكلي غلبة سرچاوك خواهي لسرچاوك حالي مانك بمان جاي نبوي باشا دف مان لوي جيرك إيتل ممان جاي ربك ثاني كهر فقد أثركان بيستوى حالي بي ضالي ومن عادة العربي التفنن في الكلام أما يتر إشارك بس كواتل ليوارا دو فائدة خصوصي بو التفاتك بو يكي اختصاصي زيادة يعني خطابك يكي كيش اوي تا ترقية لبرهان و برو عيان انشي كي حيا عيانست شح حاجت ببيانست يعني توشتي معينة قل خوي ديار بي نيازي با استدلال جنية جزي اولياته بالي ام جارة دوايوة عليه لعادة عربوة تفننك لكلامة والعدول وعدولك من اسلوب الى اخر أدو لك مثلا أسلوبك ولا مثلا أسلوب غيبة ولا عدل ولا خطاب بو أو كارك تطرية له وتراوتي تياتلا وداني شادابي شادابي تيادروس كان وتنشيطا للسامعي باشا ولا بلا ويك تنشيط سامعك تا تطرية له يعني بو شخصك خوي ومتكلم وشادابي تيادروس بو حوصلي زياتر بين أقصى كردن وام جارب او تنشيط في سامعش كا دماخش نشاط لسامع طياكا كا جويلي بقري او وقتا جا دواي او توتشيكي فتعدل من الخطاب يا فتعدلوش اكريه يعدلو يا فيعدل او فيعدل شخصك متكلمك فيعدل يا فيعدل من الخطاب الى الغيبه ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس عدولك ليه مثلا خطاب ولا غيبة لا غيبة ولا تكلم بعكس شو يعني لا تكلم ولا غيبة لا تكلم ولا غيبة لا تكلم ولا خطاب وهل وهل غيبة شو ولا هري تجلوانا وفش يعني مثال مبينرو كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بس أواك عليه بشر جوريك تا ترسي لينا نيشي اخوانا ناسي باشا الله هلوانيك هاو بش بو اخواتي اكن سريان قرب بدم هاو بشا كان يانو سجريان بو ابن كرنوشيان بو ابن عبادتيان بو اكن ولي وقت كوتنا تغانو اخوانا بكسي البيرو ناكر والدليل لسرويك اوانني الله تاو كاتيك اجننا وكشتيو شاكا ايوا اجننا وكشتي وكشتيك بجي بفرمي جرينا بيكم أخذ بهم كبو تعدية فرمي وجرين بهم وكشتيك بيان باب الريو إيسا ليواتشيا بجي بتان باب الريو بيان باب الريو يفرموه أو التفاتي كدولة خطابك كنتشن اختذاي كنتم كواقع يعني أشياء بي فرموها وجرين بكم يا مثلا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون باشا شيا بو من أو أنا حبيبي نزار هالخلق كي مجاري كر مثلا لسر ذاك ها تخوارو وتي أو بوشي إيمان نايرن بو في غنبرانا وأمانا دواي أو وتي شون أو في غنبرانا كون خوانا دواي كريتان لنا كون بوشون ينا كون جا دواي أو فرمون شي بالي وما لي وما لي شي بو من لا أعبد الذي فطرني كنفرستم أو كسي كدرسمي كردان حال وحال وإليه ترجعون إيوش هموتان برولاي أو أقرين رينوا عشان كلامك وابو بفرمايا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع يعني من دقرين ريما ولا أو كشي إليه ترجعوني فرموا أم جالا وقولي يا قولي كتري خايف الولد والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه خواء وخوايا كباكاني ناردوة با باي ناردوة أو بايانا تيكا فتثير صحابا أو بايانا حول هالأسيان حول أبن بعاسمانا جاك حول أبن بعاسمانا إما فسقناه لبلد ميت فسقناه لما نخريوا لسوقوا دي باشا سوق يعني سوق ما نكروا لما نخريوا أو هولا بردو ما نبوتوه إلى بلد ميت فلو شارك كشارك نبو جاوتوا مردوا بأولورا ولبوائي بوجيالي نوا
إيسا أشياء أقر التفادنا كراية بوت راية والله الذي أرسل الرياح فتثير صحابا أمزارا فساقه ساقا فعل مازية يعني بو خواب شو هاتو فعيلك وقليوا فعلي إرسالك خوايا أرسل الرياح ليرا شابي وستفرموايا نيوتا ليوا نيوتا أرسلنا الرياح باشا والله الذي أرسل الرياح جاء أمزار بي فرموايا لإدامة ده فساقه إلى بلد ميت ونفر ميت فسقناه إلى بلد ميت يعني لا خطاب ولا إداء لا غيبة ولا تكلم وهروا هوكو قولي إمرأ القيس جاي سمع أم إمرأ القيس آية أو داني تريا يعني ما هل أول مشهورة يا كي ترى لو ده اختلاف هي بره هذا مكان بونية بعض جاء أم جارة غير تطاول ليلك بالأثمدي ما ليلو كينوس يو فقط هل ليلو كبير شعك يسي يوم المرشي لقل خوي قساك لقل نفسي خوي جاء نفذ مؤنسي مجازية ولي أقر وقت يجي منظور من في نفسي مذكر به اعتباري تذكير وتأنسي شكا درستة وليه لشفعي عواملي شا باسي واكا عوي أقر وقت لباسي تميز عيا مو عدد عوي أقر تميزكا مثلا لفزكي مؤنس بو بلان معدودة كم مذكره وقبل جاءني ثلاثة أنفس من الرجال أنفس أتواني اعتباري لبذكي كشف النفس مؤنس مجازية بيجي ثلاث أنفس تينني بعد ذكو من الرجال لو لا شو شنو الرجال أتواني بمذكر حسابي كي بلان ثلاثة أنفس من الرجال أوامي بيجي ليش أتواني هم بمذكر هم بمؤنس حسابي كي أولي شو دريج وبو لأثمدا أثمد ناوي شوية ليكا ونام الخلي ولم ترقدي شاكا دوستي بيخم خوت اويك ضلي لعشق خالية بهوايه جنية او خوت وليتو اي نفسك اخوام لم ترقدي نخوتي وباتت له ليلة كليلة ذي العائل الارمدي وامجارنية لخطاب ليلة بجي بلد بيتا وتباتا لخطاب ابو غيبة دمرا باشا شوي بسر برد يعني نفسي من شوي بسر برد وباتد له ليلة شوي بو او بسر شو كليلة ذي العائل الارمذي باشا درس وك شوي شاوي شدال باشا وك شوي ذي العائل ذي العائل يعني او عفونة عائل او عفونة بيسو شطاليه كلا شاوي شدار ايا جعل فساد شاوي قل اكا او اختك قلي كرا لقرا او عفونة ناو شاوا اخراجك اتا دروا لقوشي شاوي بيتا دروا جا كثي كذي العائل بي ارمد ارمد يعني شاوي شدار باشا واتو كوشون كثي شاوي بشا شاوي قل اكا بله بله كليلة ذي العائل الأرمدي يعني وكو شوي ساحي وقل قلي شاو ولا شاوي قل أكا كسيفة أم ساحي وقلوايا الأرمدي أرمدا يعني شاوي شدارة باشا وبو مخو من شاو منه يشا نفسي من شاوي نه يشا لبركي وابو ولا وذلك من نبأ جاءني أوجه لبر أبوك خبرك أبو لام خبرك جو خبرته عن أبي الأسود خبرك جم لا أبي الأسود وبيجي أندرابو أشكر أبي الأسود نامي نفلي به أكرى أباك إذا فب ولا يي متكلم أسود صفتي أباك به يعني بالنباوك الرشاك يخوبه حاربين بلى هذا جاء سكانينيا ليرا لشعر دوما وباتا او التفاتي تيايا شنك اشادو تا وبيتا شنك اول بخطابة تطاول ليلو كوايا ام او يشيكا ودوايا وليرشا كاليراكرا وبغاليرا شابتا وذلك من نبأ جاءه شنك نهجك نهجي غيبته لا غيبتك شهاب وتكلم ودي جاءني خلدي وبخلدي آره يعني يلا خفار وبو غيبة لغيبته دوباره بلا يتكلم أو عائر يعني شيء بلى عائر هروك وثمان
او خوشو خالو عفونتو چلكو چفاليه كلا چاوي چاوشه داره هيا جا بر اثري اوه چاو قل اكا هل اتواني عائر با قل ناو باري قل قلي چاو ساحو قل باشا اوه اوه چاوي قل اكا خاوان قل هاري ابني شبن تابع كافي بي جاء ويك علينيا او ميداني محبته وكو باسمان قرار لقى الرأي ثاني في عشر سنة وكو شعر يم شعرك هنا غير شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت غير محبت مخوار شربتي محبت مخوار دوا جام لدواي جام نعم بسر مخوار دوا بلا من شرابك توابو نمنشتير مخوار دوا نعم مرحبا.